الابن والروح القدس الاله الواحد امين. لقاء جديد من برنامجكم فتشوا الكتب وحلقه جديده من لنا مذبح. بيقول يسوع المسيح هو هو امسا واليوم والى الابد. لا تساقوا بتعاليم متنوعه وغريبه، لانه حسن ان يثبت القلب بالنعمه لا باطعمه لم ينتفع بها الذين تعاطوها. لنا مذبح لا سلطان للذين يخدمون المسكن أن يأكلوا منه. تعالوا نفهم الآية لأنها مليانة تعبيرات يهودية شوي. المسكن يا أحبائي هي الكلمة اللي تقال عادة على الهيكل وقبل منه خيمة الاجتماع، اسمه المسكن، أو بالذات الجزء اللي يسموه القدس. عارفين خيمة الاجتماع كانت قدس أقداس وقدس وبعدين ساحة خارجية للناس، الهيكل نفس التقسيمة، ده يسموه المسكن. فبيقول القديس بولس احنا لينا مذبحنا، لكن عشان يأكد انه مختلف عن المذبح اليهودي لألا البعض يفتكر ان احنا طائفة يهودية او ان احنا مذبحنا زي المذبح اليهودي هيبقى عليه حيوان مذبوح، فبيقول لنا مذبح لا سلطان للذين يخدمون المسكن. مين اللي بيخدم المسكن؟ اليهود لسه بيخدموا المسكن، كهنة اليهود بيقدموا بقى ذبائح حيوانية، عندهم مذبح اسمه مذبح المحرقة، يجيبوا الحيوانات ويحرقوها، يذبحوها ويحرقوها، ده العهد القديم. فبيقول اللي لسه بيخدموا المسكن لا سلطان لهم أن يأكلوا منه. كلمة يأكلوا من مذبحنا دي، لنا مذبح ولا سلطان للذين يخدمون المسكن أن يأكلوا منه عيد على المذبح بتاعنا. إذن المذبح بتاعنا يؤكل منه، يبقى واضح بشكل صريح وقاطع أن ده مش معنى مجازي يقصد به مثلا قلبك أو جسدك زي ما بعض التأملات بتقول، ده معنى مقبول قدموا أجسادكم ذبيحة، بس ده تأمل أو ده معنى آخر، لكن ده ما بيلغيش أن في مذبح بجد في الكنيسة الأولى عايش بيها كل الرسل، قدموها امتداد للعشاء الرباني، والمذبح ده عليه حاجة تتاكل اللي هي جسد ربنا ودمه طبعا، وأن اليهودي ما يحقلوش يأكل من مذبحنا. يبقى واضح أن الكنيسة كان ليها تعليم مسلم واضح المعالم أن في مذبح تقدم عليه ذبيحة، بس قال عنها القديس بولس في كورنثوس فصحنا المسيح ذبح لأجلنا. إذا ما عندناش حيوانات تقدم، لا عندنا مذبح مسيحي يقدم عليه جسد الرب ودم. نكمل وتبان الآية بعد كده. يقول لنا مذبح لا سلطان للذين يخدمون المسكن أن يأكلوا منه، فإن الحيوانات، بيرجع بقى بالعهد القديم عشان يورينا اللي بيحصل زمان واللي بيحصل نهاردة، الحيوانات التي يدخل بدمها عن الخطية إلى الأقداس بيد رئيس الكهنة تحرق أجسامها خارج المحلة. لذلك يسوع أيضا، يبقى دي الرمز الحيوانات ثم المرموز إليه الحقيقة كلها بقى يسوع الحمل الذي بالعيب، يسوع أيضا لكي يقدس الشعب بدم نفسه، يبقى الكلام هنا عن المذبح بتاعنا اللي عليه دم المسيح، تألم خارج الباب. وخارج الباب أو خارج المحلة يعني المسيح ذبح خارج الهيكل، صلب طبعا، وبالتالي إحنا ما بنعملش مذبحنا داخل هيكل سليمان. وهنا دي بقى معلومة مهمة تفرق معانا قوي وشفناها في سفر الأعمال. سفر أعمال الرسل إصحاح 2 وإصحاح 3 يحكوا لنا شكل العبادة في الكنيسة الأولى. إصحاح 2 بيقول لنا إيه؟ كانوا يواظبون على تعليم الرسل وكسر الخبز والشركة والصلوات، كسر الخبز اللي هو جسد المسيح ودم، ويكسرون الخبز في البيوت. يبقى كسر الخبز أو التناول ما كانش في الهيكل. طب ده أول إصحاح 3 يقول صعد بطرس ويوحنا ليصليا صلاة ساعة الصلاة التاسعة للهيكل، طالعين الهيكل. طب احنا كده احترنا، هما بيصلوا في الهيكل ولا بيصلوا في البيوت؟ لا، عشان نفهم صح، الكنيسة الأولى كان لسه هيكل سليمان موجود، هما كان الشعب المسيحي اللي أغلبه أصل يهودي
كلهم تقريبا في أورشليم على الأقل، يدخلوا الهيكل يصلوا السواعي، يصلوا مزامير، ويصلوا المزامير في ساعتها. فيبقى واضح أنه لنا مذبح مش معناها هيكل خلاص، لا، معناها أن في كل مكان تقدم الذبيحة، وقد تقدم في البيوت، ما كانش في كنائس في القرن الأول، إنما كل بيت تتقدم فيه الذبيحة اللي هي جسد المسيح ودمه يحسب كنيسة. فكانوا يكسرون الخبز في البيوت، وكانوا يتناولون الطعام بابتهاج وبساطة قلب، ولهم نعمة لدى جميع الشعب. فكأن الكنيسة الأولى كانت العبادة فيها ممثلة في شكلين، شكل يومي بالساعة كده اسمه صلاة المزامير اللي هو مازال لترجية الإجبية، وشكل أسبوعي أو أيا كان معاده، بس أساسا يوم الحد هو كسر الخبز. يجي تاني في سفر الأعمال يقولوا في أول الأسبوع اجتمع التلاميذ ليكسروا خبزا، أول الأسبوع اللي هو يوم إيه؟ يوم الحد. إذن كلمة لنا مذبح بتأكد لنا شكل العبادة المسيحية في القرن الأول، إن في ذبيحة، لكن هذه الذبيحة لم تعد حيوان يذبح، إنما ذبيحتنا مسيحنا، مسيحنا جسده ودمه. طبعا دي بقى هترجعنا ليوحنا والكورنثوس عشان نفهم الطقس نفسه شكله إيه، لأن كل حاجة طالعة من الإنجيل. بس قبل ما أرجع ليوحنا وكورنثوس عاوز أراجع العبرانيين تاني. بيقول إيه؟ لا تساقوا بتعاليم متنوعة وغريبة. إيه التعاليم المتنوعة والغريبة؟ النهاردة إحنا عندنا تعاليم غريبة كثيرة، من أخطرها يا أحبائي إنه الناس بتشكك في قولة إن المذبح ده حاجة موجودة في العهد الجديد، وإن الذبيحة دي ذبيحة حقيقية. فتبصوا تلاقوا الناس بتقول لأ ده رمز، ده مجاز، ده كده وكده. يعني إيه كده وكده؟ لما المسيح قال خذوا كلوا هذا هو جسدي قال كده وكده؟ طب لما أكد وقال جسدي مأكل حق ما قالش كده وكده؟ وإذا كانت دي عبادة الكنيسة واجتماعها، طب ما هو لنا مذبح يؤكد أن الموضوع ما كانش مجازا وما كانش كده وكده. فلا تساقوا بتعاليم متنوعة وغريبة. كمان من التعاليم المتنوعة والغريبة أنه العهد الجديد خالي من الكهنوت، وطبعا هنا كل الكتاب موحى به من الله، لكن مش كل التفسير موحى به من الله. فممكن واحد يمسك العهد الجديد ويطلع كل الآيات اللي بتشاور على الكهنوت بشكل دقيق، حتى كلمة أسقف وحتى كلمة شماس وحتى كلمة أسيس، يقعد يحطها في إطار خالي من الكهنوت. طيب إيه المرجعية؟ هل تفسير فلان ولا تفسير علان؟ حيا مش تفسير فلان وعلان، المرجعية لازم تكون الكنيسة عاشت إزاي قبل ما حتى العهد الجديد يتكتب أو يتعرف وسط الناس. المسيح سلم تلاميذه إيه؟ سلمهم كهنوت، كهنوت له سلطان، عشان كده بيستخدم كلمة سلطان هنا، سلطان الغفران خاص بالرسل والكهنوت، سلطان التقديس، سلطان قيادة العبادة، سلطان تقديم الذبيحة. ده كل ده ما يحقش لأي شخص. وبعدين يسوع المسيح هو أمسا واليوم إلى الأبد. مش المسيح هو اللي عمل نظام عهد قديم وهو اللي عمل كهنوت عهد قديم؟ لما يعمل كهنوت عهد جديد إيه الاعتراض؟ مش هو اللي كان حاطط فئة خاصة اسمها كهنة؟ طب ما هو كل الشعب اسمه شعب الله ساعتها، إنما اختار فئة معينة تقوم بالكهنوت. كلكم فاكرين إن لما موسى ربنا اختاره في ناس قالت ما احنا كلنا زي موسى، ربنا هو الغضب وزعل، لأن دي محاولة إنه إيه تعميم الكهنوت يعم على الكل. ولما مثلا واحد زي عزرا الملك تطاول وحد بيقدم بخور كأنه كاهن انضرب بالبرس. ليه؟ لأنه ما كانش يحق له إنه يقدم بخور حتى لو كان ملك، دي حاجة خاصة بالكاهن. الكهنوت يا أحبائي نعمة العهد الجديد، لأن من خلال الكهنوت يبقى في مذبح، يبقى في ذبيحة، يبقى في أفخارستية، قبلها يبقى في معمودية. الكاهن في العهد الجديد ليس بديل عن المسيح، الكاهن في العهد الجديد هو امتداد لظهور المسيح قدام الشعب.
الناس بتقول بيبوس ايد سيدنا وابونا لان دول بالنسبة للشعب المسيحي المنظور. طبعا دي مسؤولية ضخمة علينا ككهنة ان احنا نتشبه بالمسيح، ونعمة الكهنوت تسندنا، بس علينا جهاد. لكن احنا لسنا بديلا عن ربنا، انما احنا وكلاء عنه. ده تعبير برضو كتابي، احنا وكلاء. ثم يسأل في الوكلاء، يعني هنتحاسب. ومن هو الوكيل الأمين الحكيم الذي يقيم سيده على عبيده؟ طب ده تعليم عهد جديد، يبقى فيه مسؤولية. والوكيل هنا بيعمل عمل سيده، لكن ما يقدرش ياخد المجد لنفسه، ما يقدرش ينسب الفضل لنفسه، مش حاجته. الشعب ده مش حاجتي، والذبيحة دي مش أنا اللي مسؤول عنها، ده ربنا. إنما أنا وكيل، بعمل اللي سلمهوني المسيح كما سلمتهوني الكنيسة بالضبط. لا تساق بتعاليم متنوعة وغريبة. حسن أن يثبت القلب بالنعمة. يعني إيه؟ كلكم عارفين كناس مسيحيين أقباط أن كلمة سر تساوي نعمة. لما نيجي نقول سر المعمودية نقول نعمة، نعمة الولادة الجديدة، نعمة البنوة، بقينا أولاد الله، نعمة أن أسماءنا كتبت في السماء. وهذه النعمة تقدم تحت شكل المية اللي تقدست بالروح القدس بقداس المعمودية، لكن هي فضلة قدامنا مية. لكن في الآخر جوه القصة دي كلها في نعمة. فهنا القديس بولس بيستخدم نفس التعبير اللي احنا بنقوله لغاية دلوقتي، حسن أن يثبت القلب بالنعمة. يعني العهد القديم الذبيحة دي ضعيفة ما فيهاش النعمة، إنما جسد المسيح ودمه كله نعمة، لأنه بيدينا ثبات حقيقي. من يأكل جسد يشرب دم يثبت فيه وأنا أثبت فيه، يبقى ثبات في المسيح بالنعمة. نعمة اللي اسمها إيه بقى؟ نعمة الإفخارستية. يبقى المذبح في حياتنا أحبائي هو أغلى حاجة على الأرض، هو نعمة العهد الجديد لينا. إحنا من غير مذبح يبقى إحنا تايهين، يبقى كل واحد بيمشي بمزاجه. إنما الكنيسة تتحقق معناها وتحقق وجودها بالمذبح، والمذبح عليه إيه؟ عليه الذبيحة. أنهي ذبيحة؟ ما عادتش ذبيحة العهد القديم، لأنه هل أكل لحم ثيران أو أشرب دم تيوس؟ ده ربنا نفسه لمح في العهد القديم إنه هذه الذبيحة مش هي اللي تعجب ربنا. وبعدين يقول إيه؟ اذبح لله حمدا، عشان كده نسميها ذبيحة الشكر أو ذبيحة التسبيح. إفخارستية يعني شكر، ذبيحة شكر. يعني إحنا واقفين بنقدم للمسيح جسده ودمه، فبنقول له نقدم لك من الذي لك. إحنا جايين ما حلتناش حاجة، هو يعني إيه اللي يرضيك غير ابنك الوحيد الذي وحده به سررت؟ فبنقدم لك الذبيحة المقبولة، جسد ودم ابنك الوحيد. يقول حسن أن يثبت القلب بالنعمة لا بأطعمة لم ينتفع بها الذين تعاطوها. إذا كانت الأكلات القديمة بتاعت اليهود ما تنفعهمش، إحنا الأكلة الجديدة دي خبز الحياة بقى، دي اللي تفيدنا فعلا. أباءكم أكل الخبز في البرية وماتوا، لكن من يأكلني يحيا بي. أنا هو الخبز النازل من السماء الواهب الحياة للعالم. وعشان كده تلاحظوا ان احنا واحنا بنتناول الكنيسة بتبقى فرحانة قوي، وتبقى عمالة تسبح، وما يبقاش في مجال الا للتسبيح في الوقت ده. ليه؟ لان كأننا دخلنا السماء، لاننا ثبتنا في المسيح، لان مذبحنا ده هو عرش الله، هو اللي المسيح قاعد عليه. وعشان كده حتى في طقسنا القبطي في العرش، الكرسي اللي بيبقى فوق المذبح ده اللي بيتحط فيه الكاس اسمه العرش. فنسجد أمام العرش، وبعدين الشماس يقول نسجد لجسدك المقدس عشان يثبت إيمان الناس. محدش من الموجودين في الكنيسة يتشكك يقول هو جسد ولا شبه جسد، لا، احنا بنقول نسجد لجسدك المقدس. كل الشعب بيقول ولدمك الكريم نسجد برضه. يبقى احنا بنسجد للجسد وللدم، إذن ده جسد ودم حقيقي. احنا لا نسجد لمجاز ولا لرمز، نسجد لجسد حقيقي. طيب احنا مش شايفين جسم المسيح بالمعنى الحرفي، ولا شايفين المية في المعمودية بقت طالعة منها ملائكة.
ولا شايفين في زيت الميرون مثلا بخور طالع منه. احنا اذا في السر، عشان كده اسمه سر، في نعمة حقيقية حقيقية مش مجازية، لكنها تحت المادة تقدم لنا بشكل مادي، بمعنى ان المية دي مية محيية دلوقتي، والجسد اللي على المسبح ابونا يشيل الصينية في الاخر يقول اؤمن واعترف الى النفس الاخير ان هذا هو الجسد المحيي. يبقى ما عادش انه مجال للمجاز هنا، ده جسد محيي. اخذه هذا الجسد ابنك الوحيد وجعل واحدا مع لاهوته بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير. لنا مسبح لا سلطان للذين يخدمون المسكن ان ياكلوا منه. لو انتم عارفين التاريخ، الهيكل فضل موجود فتره، والمسيحيين الاوائل كانوا يتشاركوا مع اليهود في صلاه المزامير، لكن كانوا بيقدموا المسيح المسيا المنتظر. في يهود بيعجبهم الكلام وفي يهود يرفضوا. وبعدين بدأ اضطهاد يهودي شديد على المسيحيين، فابتدوا يبعدوا عن الهيكل في الوقت اللي ربنا كان سايب ده كله، عشان خلاص زمان نهاية هذا الهيكل قد أتت. جت سنة 70 وربنا ساب الرومان يدكوا الهيكل تماما ولم يبقى حجر على حجر. ليه؟ كان لازم تبطل الذبيحة الحيوانية، كان لازم يقف المرموز، لأن الرمز الرمز عشان المرموز اللي قد أتى، فلم تعد هناك ذبائح حيوانية في العهد الجديد، ما عادش في حاجة اسمها كده. لو واحد بيعمل ذبيحة عشان الفقراء، دي مش ذبيحة عبادة. في العبادة ليس لنا إلا مذبح واحد عليه جسد ربنا يسوع له المجد ودمه الكريم. يقول ذلك يسوع أيضا لكي يقدس الشعب بدم نفسه. بصوا التعبير ده، يقدس الشعب بدم نفسه. طب هيحصل التقديس إزاي وانت بتشرب دم المسيح؟ بتقول أمين، هذا الدم دم القدوس يقدسك، أنت تتقدس. أنت خاطي زحلاتي، لكن داخل بروح التوبة وعمال تقول أمين طول القداس، جسد المسيح يقدسك ودم المسيح يقدسك، تطلع من القداس قديس والقدسات للقديسين. لكن لو ما تناولتش الجسد والدم تبقى أنت لسه خاطي وفي حالة خطيئة. إذن القداسة عطية، هبة، نعمة تقدم من خلال الإفخارستي. يقول المسيح لكي يقدس الشعب بدم نفسه تألم خارج الباب، فلنخرج إذن إليه خارج المحلة حاملين عاره. يعني تعالوا نطلع برا الدنيا. ليه؟ لأنه ما ينفعش نفضل جوه العبادة اليهودية. نخرج دي أحد معانيها، مش هينفع نكمل مع اليهود. اليهود مخهم لسه إيه؟ واقف عند فكرة الإيه؟ الأنبياء بتوع العهد القديم، ما زالوا منتظرين داود جديد يملكهم الدنيا. مسيحنا الحقيقي ما عجبهمش، لأن مملكته ليست من هذا العالم، إذن لازم نخرج براه. فحصل خروج المسيحية من القالب اليهودي، لأنه المسيحية دي للعالم كله، إلى خاصته جاء، خاصته لم تقبله، أما الذين قبلوه فأعطاهم سلطان أن يصيروا أبناء الله. فلنخرج إذن إليه خارج المحل حاملين عاره. كمان الخروج، حركة الخروج دي في العبادة معناها إيه؟ اطلع برا الدنيا عشان تحس بربنا وتعرف تتمتع بالإفخارستية. أخرج، أخرج إزاي بقى؟ أخرج برا المشغوليات. تصور واحد واقف في القداس مخه في الشغل وفي البيت وفي الأكل وفي الشرب وفي اللبس وفي الفلوس، ده ما خرجش، ده مش هعرف يتقابل مع ربنا، ده مش هيتمتع بالذبيحة الحية، مش هيدوق عظمة السر، لأنه ما خرجش. الخروج ده من بدري، احنا عندنا سفر الخروج بيحكي لنا حكاية ازاي الشعب خرج وطلع برا العبودية. فالخروج فيه إشارة للحرية، تحرر من مشغولياتك الأرضية تقوم تحس بجمال الإفخارستي. فلنخرج إذن إليه خارج المحلة حاملين عاره، لأنه ليس لنا ها هنا مدينة باقية. بس بقى حكمة القديس بولس هنا، أصل اليهود تركيزهم على المدينة الباقية. اليهود في عبادتهم عاوزين يأمنوا لنفسهم أرض، يأمنوا لنفسهم حياة على الأرض، لهم ها هنا مدينة باقية، كل مشغوليتهم يثبتوا أرجلهم على الأرض.
إنما عشان كده بياخدوا ذبيحة حيوانية وبيتمموا العبادة والطقس والهيكل اللي يهمهم وعندهم جيش وعندهم نظام. إحنا ما عندناش ده كله، إحنا خلاص ما لناش في الدنيا مدينة باقية، إحنا عنينا على السماء. فملكوت السماء ملهوش بقى نفس الشكل القديم في العبادة، إحنا بناكل جسد المسيح ودمه ونبص على السماء اللي صعد ليها المسيح، مستقين إحنا كمان نحصله. إحنا اتولدنا من فوق وراجعين فوق، فزي ما المسيح ملكنا بيقول أنا مملكتي ليست من هذا العالم، إحنا كمان بنقول له إحنا ملناش في الدنيا دي نصيب، ليس لنا ها هنا مدينة باقية. كل من يتقدم للمذبح يعلن إنه غريب عن الدنيا. اللي بيتقدم للمذبح بيقول أنا ملياش في الدنيا دي حاجة، بس أنا ليه عندك نصيب. عشان كده يقول نجد نصيبا وميراثا مع جميع القديسين الذين أرضوك منذ البدء. يبقى احنا طول ما انت ليك في الدنيا دي كتير انت ما خرجتش، وانت بصراحة يمكن ما تستاهلش تتناول، لأن رجليك وإيديك مش عبطين في الدنيا. لما تفك إيديك وتتشعلق في السماء يحقلك تاكل الجسد وتشرب من دم المسيح، لأنك أنت مش باصص على الأرض، باصص على السماء. ليس لنا ها هنا مدينة باقية، ولكننا نطلب العتيد. فكل قداس واقفين قدام المسيح مشتاقين قوي نتحد بيه، وباتحادنا بيه بنفكر في اللحظة اللي بعدها، إمتى رب ندخل عندك السماء. يبقى طلب الحياة العتيدة أو المدينة العتيدة أو الأبدية ده من صميم الإفخارستية، ننتظر قيامة الأموات وحياة الدهر الآتي أمين. يبقى احنا على الأرض مش متشبثين بحاجة، عشان كده تلاحظوا أغلب صلوات القداس بتصب على دخولنا السماء مش تمتعنا بالأرض. ربنا يدينا نعمة نتمتع بالمذبح وبالعبادة الأرثوذكسية، وإلى لقاءات أخرى. لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد أمين.